اهلا بكم يا شباب. النهارده هنتكلم عن تليفون مهم جدا من تليفونات الفئه المتوسطه انتاج شركه اوبو، وهو الرينو 7 الفايف جي. طبعا كلنا عارفين ان سلسله الاوبو رينو واخده شعبيه كبيره جدا، ومن خلالها بتقدر اوبو تسيطر على سوق الهواتف المحموله في الفئه المتوسطه. وقبل ما ابتدي معاكم الفيديو، يا ريت تدعموا الفيديو باللايك، ولو انت اول مره يوصلك الفيديو يبقى اهلا بيك ويسعدني اشتراكك بالقناه. نبتدي بتصميم الرينو 7 5G، واللي بيعتبر جه بشكل مختلف عن الإصدارات السابقة. من حيث شكل بوكس الكاميرات، كمان التليفون وزنه خفيف حوالي 173 جرام مع سمك 7.81 ملي، وده طبعا هيخلي مسكة التليفون في الإيد مريح جدا. وكمان التليفون جاي بخامات من البلاستيك وبيجي بشريحتين بيدعموا خدمات ال 5G. وكمان هتلاقي التليفون مجهز بمنفذ 3.5 ملي الخاص بالهاند فري. وللأسف التليفون بيجي مع مونو سبيكرز، والشركة مذكرتش أي معلومة عن مقاومة التليفون للمياه والغبار. الشاشة في تليفون رينو 7 5G جت من نوع الأموليد، وبتدعم 16.7 من 10 مليون لون. هنلاحظ صلب الكاميرا الأساسية بيجي أعلى يسار الشاشة. حجم الشاشة حوالي 6.4 إنش مع دقة عرض Full HD Plus ب 409 بيكسل في الإنش الواحد. الشاشة بتيجي بمعدل تحديث 60 هرتز و 90 هرتز. كان يفضل ان الشاشة تكون بمعدل تحديث 120 هرتز عشان ناخد تجربة اكثر سلاسة، ولكن ال 90 هرتز هتقضي الغرض. كمان هتقلل من هدر الطاقة اللي بنلاحظها في الاجهزة اللي بتيجي بمعدل تحديث ال 120 هرتز. وبالنسبة لمعدل السطوع الخاص بشاشة الاوبو رينو 7 5G بيوصل ل 600 نتس في ضوء الشمس، و 800 نتس مع عرض محتوى من نوع ال HDR وال HDR 10 بلس. اما عن طبقة الحماية اللي بتيجي بيها الشاشة، هي من نوع الجوريلا جلاس 5. نيجي للعتاد، هنلاقي اوبو جهزة الرينو 7 5G بمعالج ديمنسيتي 900 من ميديا تك. المعالج ثماني النواة وبتردد سريع حوالي 2.4 جيجا هرتز، مع معامل تصنيع 6 نانو واللي هيوفر لك شوية في الطاقة. ديمنسيتي 900 مزود بمعالج رسوم مالي G68 MC4. لو حبينا نقارنه بمعالج سناب دراجون 778G واللي هيكون متوفر في النسخة الصينية، هنلاقي ان السناب دراجون افضل منه من حيث الاداء الخاص بالسي بي يو والجيمنج بيرفورمانس. فلو جات لك فرصة في اقتناء النسخة الصينية هيكون الافضل ليك، ولكن هتضطر تستغنى عن كارت الميموري ومنفذ 3.5 ملي للهاند فري، لان النسخة الصيني للأسف مش مجهزة بيه. وبالنسبة لنظام السوفت وير الخاص بجهاز الاوبو رينو 7 5G، هنلاقي واجهة كولر او اس 12 المبنية على اندرويد 11. شركة اوبو حدثت كتير قوي في واجهة الكولر او اس، خلتها اكثر سلاسة ومليانة بالمميزات اللي هتدي لك تجربة اداء مميزة جدا. وبالنسبة لنقطة الرامات ومساحة التخزين، هنلاقي جهاز اوبو رينو 7 5G بيجي برامات من نوع ال LPDDR4 بحجم 8 جيجا بايت، مع مساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت من نوع ال UFS 2.2. ومع ميزة الرام اكسبنشن تقدر تزود على ال 8 جيجا 5 جيجا اضافيين، واللي هيزودوا من سرعة الجهاز في فتح التطبيقات. ده غير دعم التليفون لكارت الذاكرة والاوتو جي. المميز في تليفون اوبو رينو 7 5G ان هو بيجي بمنظومة شحن قوية جدا. هنلاقي ان التليفون بيجي ببطارية ساعة ال 4500 ملي امبير مع شاحن بقوة ال 65 واط. الشاحن يقدر يشحن لك البطارية بالكامل في 31 دقيقة. وكمان هنلاحظ ان التليفون بيدعم خاصية الشحن العكسي. ندخل على الكاميرات والتصوير في تليفون اوبو رينو 7 5G، هنلاقي ان التليفون جايب منظومة كاميرات ثلاثية. الكاميرا الأساسية جايه بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.7 المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتركيز التلقائي. الكاميرا التانية خاصة بالتصوير الالترا وايد وبدقة 8 ميجا بكسل، وبتدي زاوية تصوير 118 درجة. بالنسبة للكاميرا التالتة، هي خاصة للتصوير الماكرو وبتيجي بدقة 2 ميجا بكسل. أداء الكاميرات بيعتبر مرضي جدا، هتاخد صور بشاربنس عالي، ولكن تشبع الألوان مش هو أفضل حاجة، ده لو قارناه مثلا بسامسونج الـ A53 واللي بيعتبر من نفس فئة الأوبو رينو 7 5G. وبالنسبة لجودة تصوير الفيديوهات بالكاميرا الخلفية بتوصل للـ 4K مع 30 إطار في الثانية. بالنسبة للكاميرا الأمامية أو السيلفي في تليفون أوبو رينو 7 5G أداها مميز جدا، وهتدي لك صور برضه بشاربنس عالي ومشبعة بالألوان. الكاميرا بتيجي بدقة 32 ميجا بكسل، وبتقدر تصور لك فيديوهات بجودة الفول اتش دي.
بالنسبة للجزء الخاص بالمستشعرات هنلاقي التليفون مزود بصمة أسفل الشاشة، وده بجانب الفيس أنلوك. وهنلاقي معظم المستشعرات في التليفون زي الجيروسكوب والتسارع والتقارب والبوصلة موجودين بالجهاز بجانب دعم التليفون لخاصية الـ NFC والإصدار السادس للواي فاي مع إصدار 5.2 للبلوتوث. وللأسف التليفون ما بيدعمش الراديو وما بيدعمش الـ IR بلاستر. من خلال المواصفات اللي قدمتها شركة أوبو في جهاز الأوبو رينو 7 5G نقدر نتكلم شوية عن المميزات وعن الملاحظات اللي احنا شفناها على الجهاز. هبتدي معاكم بمميزات التليفون. أول حاجة تصميم التليفون جه ممتاز جدا. 2 شبكة الاتصال في الهاتف تعتبر قوية. 3 منظومة الشحن والبطارية ممتازين. 4 منظومة الكاميرات. بالنسبة للملاحظات اللي جت على التليفون، أول حاجة الجهاز مش مقاوم للمياه والغبار. 2 الشاشة ما بتدعمش معدل تحديث 120 هرتز. 3 التليفون ما بيدعمش السماعات الاستيريو. 4 كان يفضل المعالج يكون أقوى مقارنة بسعر الهاتف اللي هينزل في السوق. واختم معاكم الفيديو دلوقتي بسعر الجهاز بعد تحويله من الدولار في معظم الأسواق. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.